إذا سبقني الإمام بركعتين في صلاة المغرب فكيف أكمل صلاتي؟ وهل تعتبر الركعة التي أدركتها الأولى أم الأخيرة؟ مع العلم أنني قرأت فيها الفاتحة سرا، ونحن مجموعة قد اختلفنا في هذا الموضوع، فوجهونا جزاكم الله خيرا. الصحيح من قول العلماء أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمسوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما فات أنه هو آخر الصلاة، لأنه أمر بإتمامه. وأما رواية وما فاتكم فقضوا، المراد بالقضاء هنا الإتمام، المراد به الإتمام، لأن القضاء يطلق على عدة معاني ومنها الإتمام، فيكون المراد به هنا الإتمام. وبناء على ذلك ما أدركته من المغرب تكون أول صلاة، فإذا أدركت ركعة وهي الركعة الأخيرة مع الإمام تكون بالنسبة لك هي أول صلاة، هي الركعة الأولى. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثانية، تأتي بالركعة الثانية من المغرب، ثم تجلس بعدها التشهد الأول، ثم تقوم من التشهد الأول وتأتي بالركعة الأخيرة وهي الثالثة، ثم تجلس بعدها للتشهد الأخير وتسلم. وأما التشهد الذي جلسته مع الإمام فهذا لا يحتسب لك، وإنما هو متابعة للإمام فقط. جزاكم الله خيرا. يذكر في عرض سؤاله فضيلة الشيخ صالح أنه هو وإخوانه اختلفوا على هذا الموضوع، حتى لا يختلف الناس في مثل هذه المسائل، ماذا يقول الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ نقول الواجب الرجوع إلى أهل العلم، إذا اختلفوا فإنهم يسألون أهل العلم، قوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كانوا طلبة علم فعليهم أن يراجعوا كلام أهل العلم لذلك، ولا يبقى الأمر منتبسا عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.